الثاني قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الإبانة لابن بطة: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. هذا واضح، من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني إذا كان تستر بالبدعة فإن ألفته أي الناس الذين يعلفهم ويميل إليهم يتبين لنا منهم أنه من المبتدعة. إذا كان يألف المبتدعين ويميل إلى المبتدعين يتبين من هذا أنه مبتدع. نعم. الشيخ السؤال: هل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا لم تعرف حاله ولا يدرى عن مذهبه وكان جلساؤه وخطته أهل الأهواء والبدع فإنه يحكم عليه بالبدعة وينسب إليهم؟ نعم هذا. شيخ الأثر الثالث: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينزل وقالوا مدخله وصحبته وإلفه من الناس، هذه تبين، يعني مدخله إذا دخل عند أناس من أهل البدع عرف أنه مبتدع. ولما سمع أهل الحديث بأن رجلا ممن ينسب إلى الحديث أنه قاد يعني ما يدرون هل هو صحيح العقيدة والمذهب أو أنه مبتدع، فقال أحد المشايخ في زمنهم: انظروا على من يقدم ومن يألف ومن يصاحب أو كلاما نحو هذا. فتبين بعد ذلك بأنه قدم على المبتدع وصاحبه. نعم. لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني بن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. ما دام بطانته أهل القدر فهو قدري. نعم يا شيخ، فهل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا كان يظهر السنة ويدعي الانتساب إليها وجلساؤه أهل البدع والأهواء فإنه ينسب إليهم بمجرد مجالسته لهم؟ نعم. الأثر الرابع: قال محمد بن عبيد الغلابي: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. أيوة، هذا يبين عليه، يعني هذا يظهر من